اهلا بحضرتك. معروف ان البنت حياء، وان ضاع الحياء ضاعت البنت. مطرب على مسرح وهجم عليه المعجبات، والامن حاول يخلصه منه. البنت كانت هتغتصبه والامن مش عارف يخلصه، ولما بيخلصه من واحده تانية بتطلع تلحق، رموه على الارض وناموا عليه. انتشر الفيديو ده على مواقع التواصل الاجتماعي. السؤال هنا، فين الحياء؟ يبقى ضاعت البنات. شكرا. Oh, yeah, I'm so desejant.